أهلا بكم. تحذير عاجل لكل من العراق والسعودية وسوريا والأردن وليبيا ومصر وبيروت وكل دول الشام وفلسطين من عاصفة صوبر سيل بدءا من فجر الجمعة الموافق 24/11 وحتى يوم السبت. احذروا يا جماعة، عاصفة صوبر سيل أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذه الدول وبالذات السعودية وسوريا والعراق. ربنا يعدي على خير إن شاء الله. اشتركوا في القناة ليصل كل جديد.